فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع الطيور لأجل صوتها؟ الطيور المباحة ما في بأس، بيع الديك، الدجاجة، الطيور المباحة ما في بأس، أما بيع الطيور التي لا تباح مثل الصقر والشاهين والبازي هذه ما يجوز بيعها. نعم. وكذلك حفظك الله، وما حكم بيع وشراء أسماك الزينة التي توضع في الأحواض لأجل النظر إليها؟ أسماك الزينة، الزينة الأسماك فيها زينة، ما هي بزينة هذه، لكن منظر فقط، هذا منظر. وإذا كان هذا الوضع يعني ساير بين الناس لا بأس فيه، لا بأس في بيعه. نعم، هذا بيع مناظر ما هو بيع زينة. نعم.